أولاً وحرم مهندق إذا الله سبحانه وتعالى سوكا كيري قوبتا قيمة هرائي فراكيسا يقول ما إنه أنا ضيدا كقري تميسي سيوبورا كحاحي أو كوبا كوب يصدن أرضي كوب يصدن أرضي أو كقري تميسي دراسات إسلامية لما يستي أو كقري تميسي كتاب كي إلهي ربكتي يو لبيتون أرضي لبيه طبعا عرضي وكا قلن جميعي فسر كسي ديادات كنتي سكون كا يهير فيسا وحبرشو يكالوها منهم كاحي جلال عرضي داسي كوا شرع عدا يكو سكون كبا ما مراه سكون كا يغدا مين دورا او يدين فافاهي دورا ان شاء الله بإذن الله الكريم ورا كفر حدانا ويدين شيء دورا وحانا ما هندق يا ملك كوباد كنتي بصومو اهو شاني حلوين اسكا ساعتين ومن دلنا نوري طبقة السنة ولا أفرج طبقة السنة ولا يسكون كا قاعد تكون هسيا مبلور هسيا سيري قاعد تواي سا وحرمة هذا قيا ما وراها بوركا قاعد تلاك صوت العين حرمة هذا قيا أرضية قال الجميل يسا جواب تفرد لا حرمة هذا قيا والدك يا مرت الشرف تكره الحين جا هبين كا يس صوح القانتي إلى أرضية راس ونعكسن الشرف تلا أي كلاقي قاطان فرحت ودي يد برد جودا ودنو هو دي حوله هو دي المصاصة وصاب ساجي وحنو ما هن قيا سجع رضو ما هن قيا أنت على هوش ودي هنتي مدة ضع واحد فري لو كنت سدي لو كنت سمعت تلفزيون كاسان فري أو رب رومري تاني مدة داس أرضا العق بلا أكمل أنا قاعدين ويسكون بقصة عضو لكن ضد السنين وهذا خيرة وإلا أكون بسماء سكول كرئيسي وقالوا إنجليس كوهو الرئيسي وقوم مميت ومحمد عوي عوي نقرف اليوم أيها أخمتي وقوم مميت يقول هذا إلا أي مالنتي أربرونا إلا مالنتي سكول كاولي وقومتي شركة دي هنن يقنع ستدي هنن مقارب وقوم بضانت هاي تبدا وحواكي منجري لكن ما بضان وقوم يا المريحة تبدا ومسكارة وقومك الوائرة تبدي لكن عدة تعنتك وهي سيء وضيء وحوك بدل وحي هاي إن كان عصتلا داخل كجوتي وانت كجوتي هاي إلهي سبحانه وتعالى ميساك حسنات كعبه صاره كنت محمد السعيد كان عصتها هاي كنت مهد بها رسينا يا نكا صويم كمددا ضبع سكون كسعودتين تيسا يخرج تيسا بالله عرب تيسي مهي ميسا وانت قيب قاطي وحانو ما هنا قيا دولة جمهورية الشمال محوينها قرنكا أو لعنتي الدين كنا بحيي وقيمتي سي بحيي قيم الحادة بحيي أفرت أكون أطور لعنتي الدين كان بحيي يو كبكي دوكسية دلسين تيري ويسكول كو درين كبكي وحالا بلاوي حلقي وسيرتي كو ريي تورنو عثمان يالا بلاوي كبكاس تورنو قيم الحادة بقى قاتل سير تورنو عاو عجاري هالكا فرديو وحبرد وحبر شغل عدي نقرأ توقتو لكن معنا سمي نقدر نسوي قيم جلين فنتي كم ورايسن وصدق بلا هذا لو قصوا قاضو أو حياة قيلها هو مهم زين يسكون قصة على كاملة أيه وسارة بحساء قد إذا عاوا يقول تبع تقول إنه يقل تجنسي وصدق يا فرت نعطي ويسكون شر الله قيمات هو بصدق نعطي وقيمة الشريعة كقل تجنسي يا الله يتوه نعطي وقيمة المادة كقل تجنسي بس استيلاد أرضي داس بحين كلمة دين قلمان قبل هذا السومالي لان مي يملا يتولو انتبه أرضي عن كلمة مرح قلمان أركاس كلمة دين عيري قابو إلى قاشامو إلى هرقيس دا بتالي نهي قلمان أرضي داس كوا حطا فريا لفتو الله يك كريم كوا سكول كلمة دين بداح جوغان وسلو كريم سكول كان منهج كيسا هدي أن كورمو صدح قيبوت وحبر شدا يا لو قلتا قرآن الكريم كا ولو بحتا كنت دا أفر تصنعي عدي من جورو إلى قرآن الكريم أبو حفظيو أيا لو قلتا لقلي برشوري هاي لبا ما شرع علي إسلام كا إنو قفر إسنا نفتو أو ثانوي أبو تشترك ليقل الجبيو صدح قيمتي مادية أو أرضي نفسونا ولا فسح استيادك بحيو منهج كاس
oo hadda waliba isbeddel iyo dibadbaxyo lagu sameeyay iyadoo oo saddexda qayboodba arday kasta u dhiganayo. Dafcadda maanta wixii ka dambeeya qoladan maanta waxay u qaybsan yihiin laba qaybood, shareeca iyo maadi. Laakiin dafcadda wixii ka dambeeya kuwa sanadku soo qalajabinayaa saddexdii qaybood bay dhiganayaan, qur-aanka kariimka ahaa iyo shareecadii iyo maadigii saddexdaba ardaygu ka qalajabinayaa. Oo waxa aad noogu farxo inuu ardaygu saddexdiiba meel ku wada qaadanayo, waxaana jaaliska u ka helayaa maadaama yahay arday meel boonana jooga. Waxbarashadiisu waxay ardayga bilaabataa salaada subax assalaamu calaykum marka la yidhaahdo, waxa ayna soo dhammaataa tobanka iyo barka habeenimo ayaa ardayga leerka laga baktiyaa. Intaas daqiiqad kastoo ka mid ah ardaygu wuxuu ku jiraa waxbarashadii ayuu ardaygu wadaa. Ardayda iminka gudaha joogtaa 203 arday ayaa hadda gudaha u haynaysa, 50 ardayna tuulada kaga timaadaa. Waa 203 arday ayaa iskuulka wax ka baranaya oo dhammaantood qaybihii kala duwanaa qur-aankii iyo shareecadii iyo maadigii wada qaadanaya. Alxamdulilaah, qoladan maanta qalin jabinaysa waxaa farxad gaara siyaa ardayda fasalka 8aad ka baxday dhammaantood waxay ku baxeen gradeka A ayay ku wada baxeen. Gobolka aanu joognay daadmareerka inta koowaad bay ka galeen. Tobanka iskuul ee Soomaaliland ugu sarreeyana iskuulka uu galay sanadkan waa guul iyaga ay soo hoyeen oo iyo heer ay ka gaareen aqoontii waxbarashada. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa dadka dhammaantii aan u sheegayaa in halkaasi ay ka jirto waxbarasho wanaagsan oo qaaliya, loona baahan yahay qof waliba adin iyo ficil iyo hanti waxaleeraha ka qayb qaadan karo inuu qof walba kaga qayb qaato. Qof walbana dadka inoo soo baxaya uu u duceeyo inuu ilaahay waxbarashadaas aynu u dhigayno ku anfaco oo ilaahay u barakeeyo u furo. Dadka ka qayb qaatay isbarbar taageera waxaan leenahay maalin aan maanta ahayn, maanta waa daraysan tihiin, laakiin waxay kasii farxad badan doontaa maalin aan maanta ahayn oo aynu odhan doono haddaan sidan moodayo intaa waa kasii marin lahaa. Marka waxaan leenahay dadka dhammaanti aad badmaasan tihiin. Anoo koowaad waxaan mamaqayaa waalidiinteyda ay joogaan qaarkood, ilaahay ka soko iyagana mahadnaqayaa. Marka xigta waxaan mahadnaqayaa guddida gacanta ku haysa dugsigan oo runtii si fiican aan uga faa'iiday anigu inta aan dhiganayay dugsi sare iyo mid hoose iyo mid dhexeba, si aad u fiican suufay soo koobay oo igu wada dhigay. Maanta markii horena anoo aan waxba garanayn ma tagi, maantana meel kasta wax kasta oo ku saabsan shareecada Islaamka waan garanayaa, waxna iga xumaanaya ma jiran. Wax walba si waxaan uga faa'iiday aad aan ugu mahadcelinaya guddida gacanta ku haysa iskuulka. Daha dhaqankeena iyo hantida Soomaaliyeed ayaan hal ku sheegayaa, dheega hadyadiiga dhiga. Haddaad higsi leedaho hankaaguna uu fogyahay, halkaad cilmi iyo aqoon hagaaguga baran lahay. Haddaan kuu sheegayaa hoyga xaafeed abaar, halyeeya aqoon leho halkii madmadow yarkalo, hagaa kuu tusinayaa hoygaa ku diyaaraho habeenkiyo maalintii. Harkaa labadiisa kali waxay hegan ugu jiraan inay ku hagar baxaan. Hidaha dhaqankeena iyo hantida Soomaaliyeed halkale aan ku yeedhiye, eega hadyadiiga dhiga ahdidiyo hidi.
aani soo baxee hogaantiyo malabka iyo hamaha cilmiga sito hormuud rag la hiigsado hogaansha dalkooda oo hilinka khayrka leh tusa halka kule idinka yeel ahididiyoohidi marka koowaad walaalayaal maxaad oo dhammi ilaahay bay u sugnaatay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa waan u ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ilaa iminkana ka qayb qaadanaysa socodsiinta macadka barakaysan ee midhaha aynu arkayno ay inooga soo baxeen ee firigii iyo midhihii inooga soo baxay sidaa ay ka marag foocabayaan ardaydu meel waloo maanta dalkeennii ama dhulka aynu ugu taragalaya ay ku fililisan yihiin oo ay wax ka barayaan qof kasta oo ka qayb qaatay iyo qof kasta oo ka qayb qaadanaya qof kasta wuxuu dooraha kaga qayb qaato ama adduuna kaga qayb qaato ama talaa kaga qayb qaato ama arrin kalaa kaga qayb qaatee waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah idinku daro ubadkiinna iyo waxa haystana allah idinku barakeeyo runtii waxaa ugu mudan inaynu u mahadnaqno guddida joogtada ah ee sidan tadawucaa ku wada ee habeen iyo maalin u fikiraysa ee u socdaanaysa ee shilinka iyo dhaqaalaha u soo ururinaysa waa u mahadnaqaynaayo hor ilaahay bay wadanoo allaha ka abaalmariyo ilaahayna wuu ka abaalmaarin doonaa ilaahay ubadkooda iyo oryahooda iyo waxay ayaanba ilaahay ku barakayn doonaa qof kasta oo taakule u geysayna ayaanu u mahadnaqaynaa intaa uu sheekh xasan qorana sheegay baynu u mahadnaqaynaa waxaa runtii aan ugu aad iyo laxaad mahadnaqa iyo ducada aan ugu adkaynayaa laba ganacsade oo runtii kaalmo adag oo markaa warinku jiray inaga saaray ilaa iminkana runtii wada mid waa korneyl faarax oo runtii dacmi weyn iyo waxtar weyn xilliyo adag kala soo dabaashay oo ka saaray midna waa xaaji maxamed ow siciid iyo hay-addiisa m s g oo runtii iyaguna dhaqaale joogto ah runtii siiya oo hagar la-aana isaga labadoodaba iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waa u ducaynana allah idinka abaalmariyo dad iyo dunya waxa haysaan allah idinku barakeeyo ilaahayna miisaanka xasanaadka idinku daro walaalayaal runtii wax bini aadmi uu ku horomaro oo uu meel ku gaadho cilmi iyo aqoon baa ugu qiimo badan waxay ummaduhu ku horomaraana waa aqoon iyo qiimo maalinta marka uu qofku dhinto waxyaalaha camalkiisu aanu ka go-aynin ee ajarku uu suu soconayo oo cilmi yuntafucu bihi cilmi lagu intifaacaa ka mid ah qofka halkaa wax ku bixiya ee ardaydaa wax ku tara cilmiga ay bartaan inta la intifaacsanaya iyo inta ay cid u sii gudbiyaanba waxa weeye ajrigeediiyo abaalmarinteeda waa u socdaa anigoo ku hadlaya maaragtay afka guddida ardayda gaar ahaan fadhigeeda hargeysa dhammaan ardayda qalin jabinaysa caawa waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo waxaan ilaahay ka sokow ilaahay baa mahad lahee aan u mahad celinaynaa guddida sumbul ee iyadu hirgelisay waxa weeyaan dugsiga aada aragtaan waxaanu si gaara ugu sii mahad celinaynaa sheekh yuusuf aada guray oo ahaa aasaasihii iyo mufakirkii ka shaqeeyey waxa weeyaan dugsigan dhammaan geeska ka ifay guddidayadu waxaa loo aasaasay ama loo sameeyey inay isku xidho ardaydii ka soo baxday waxa weeyaan dugsiga wadanka ee xaaxi waxaanu qabannay intii aanu joognay oo ah muddo dhowr bilooda sanadkan horaantiisii ayaa naga doortay waxaa noo suurtagalay inaanu helo xafiis xafiiskaasoo ay ka shaqaysay guddida sumbul oo ay noogu deeqday isagana aanu idin leenahay waa mahadsantihiin waxaa noo suurtagalay in aanu xafiiskayagaas qalabayno oo waxa weeyaan
aanu halkii aanu ku sheeri lahayn aanu fadhiisan lahayn arrimaha ku dejin lahaynna aanu waxa weeyaan annagu qabsannay oo habeennay. Aad iyo aad ayaan idinku hambalyeynayaa dhallinyarada qalin jabinaysa. Horta ururka SUMHU muxuu yahay, goormaa la aasaasay, muxuu taagay? Waa su-aal baan isweydiiyo. Ururka horta waxaa la aasaasay 2005 fadhi lagu yeeshay magaalada Hargeysa. Sheekh Yuusuf Aadan Ilaahi xaafido ayaa shirkan abaabulay. Waxaanu ka dhashay safar lagu soo maray hawdka tuulooyinkaas oo lagu arkay inama dhallinyaro ah oo 14 jir iyo wax ka hooseeya oo wadooyinkii taagan una taagan inay qaadna helaan diintana ayaa Ilaahay aaysaaysa oo dhuudhuubanooda madow oo feeda taawan halkaasay ka dhalatay. War dadkan sideebaa loogu sameeyaa nolol wanaagsan oo tan dhaanta? Taas waxay keentay ra'yiga odhanaya war aynu dadka u geyno dad diinta bara oo akhlaaqda wanaagsan bara oo aqoon siiya. Waxay ku bilaabantay markaa sideebaa la yeeli karaa tuulooyinka macalimiinta joogta hala tayeeyo aqoon fiican la siiyo dadka tuulada ku celiyo tababaro dhowra la qabta weeraan loo tababaro hawshaas way nijaxday. Markii dambena taaba way socotay waxay noqotay war miyaynaan samayn karaynin iskuul boardina oo caruurtii miyiga inta laga soo qaado lagu soo xoreeyo oo hoy iyo cunto loo daano waxbarasho lagu siiyo maya waa wax suuragala. Tii baa loo dhaqaaqay. Waxaa dabaleedna Ilaahay fududeeyey in lacag badan la reeskareeyo weliba burbaha hawu sii weynaato Ingiriisku runtii lacagaad fiican laga soo ururiyey oo dhismaha badankiisa lagu hirgeliyey. Dabeedna waxaa la bilaabay intuu la warbaahin laga soo qaado sidii bay ku socotay. Ilaahay ayaa hadda ardada ka qalin jabisay. Isugeyntoodu waxay noqonaysaa 456 arday. Ardaday ka qalin jabisay qaar secondary-yadii bay ku ekaadeen, qaar badani digrigii koowaad bay qaateen, qaar kalena digrigii labaad bay qaateen master-kii, qaarna inukay diyaarinayaan doctorate-kii. Rag badan waa meelaha ku arkaysaan oo macalimiinka ah iskuullada iyo jaamacadaha qaar badan oo idin tujiya masaajidka haddaa wareysataan walna walaba beri subax imaamkaa waxaa tiraada xagga ka soo baxa jawaabta ku siiya waa doontaa ugu yaraan waxa isleahay 150 dadkaa wareysan doonta waxay ka soo baxayaan iskuulka alxamdulilah rabbi caalamiin. Iskuulku waxa uu ka kooban yahay oo hanti uu ku leeyahay dhulaad weyn oo hanti reer haaxi noogu deeqeen Ilaahay ka abaalmariyo guddida haaxi joogtay. Dabadeedna waxaa ka dhisan 4-10 fasal oo wax lagu dhigto stoorkii oo dugsigu leeyahay, hal hool oo cuntada loo diyaariyey iyo kitchenkeedii wuxuu garo leeyahay 5 hool oo kale oo hurda guryihii la seexan jirayo oo laba sanadood isku saara mid walba yaalaan oo boodhinkiya masaajid weyn oo lagu tukado marba la cusboonaysiin uu leeyahay qalli weyn oo anumaanaya 100 iyo 100 inuu yahay hoosa 3 u yahay oo marka biyuu galaan dee sanado waqti badan runti ahayn karaya inkastoo roobkii uu yaryahay ilaahay inuu soo kordhiye uu leeyahay. Wuxuu leeyahay layn u baxa habeenkii iyo maalintiiba oo soolar ah 15 soolar baxa qaarkeedina weli weynoo yaallaan. Marka baliga baxsan waxaa laga soo qaadaa soolarta biyaha 2 tankiisa dhulaya lagu shubaa kaasaa iskuulka laga waraabiya oo ilaa kitchenka ilaa gudaha meel walba gaadha qolo macalimiinta waa leeyahay beero beerna beerta waan leenahay iyo beer kalena weli beerin hadda xagga geelana kaa marnin xoolaha laftooda geela waa leenahay laakiin sumadi saa usbaya sumada lagu gurinaa kaasina waa noo daaqa beerta weyna waan leenahay waxa leh sumbul oo dhan maaha qof iyo guddi keliya oo wax naga wada dhexeeya waa waxaanu meesha ku wado shaqaalaha ka shaqeeya sideed macalim ayaa ka shaqeeya oo ka hawlgalo joogtaa 12 qof oo shaqaalaha ayaa ka shaqeeya oo ka kala go-an mutakariyayaal, waardiyayaal, nadiifiyayaal iyo xilada. Iskuulka hadda dhigata waa 2 nooc, qaarna waa boarding waa kuwa laga keeno goobaha fogfog, qaarna degmada haaxi lafteeda ka yimaada oo ardada manfaca cuntadana qayb ka mid a ay kala qaybsadaan inta kalena guryahooda ku doontaan oo ay
شاء الله بإذن الله كريم أي كتبنا. واحد على ضد بضم مرة لأن في جناح كيسان إلى لبعض تقف بار لعي لبعض تنكا قف لبعض توم بار رجع أنت إما ككسر بحدا يسقول كا ضدكو نمعدو واحد دوال لوكال غبطة ولا مكال غريالي ضد مركل لا شاشني يحبل لوك هذا نشري ضد كمارك تديك وحنا له هكل ولا هي نمو يعني مركل لا وار كان عروض وأنت إن كان أيوب كيا عام أنا يجا سالي دير تروني قدومي الدقمة ده هاستيت صندوق نتي تريان هاي أنا لقيت شوية كتير مركان راه وركان ده شارس كين هو بناي يعني راه أنا كان أيوم بي إنه بدو يتبرون نظام كيو جو ريان جيي ما متبوها مركو لو بلو دكان يبو كيمي أبي هو حكوي طب مصبع ولا ركريا مركان سائل هاي أبي كان مركيو يجو يد مصارو أيان كيجي يعني أنا قام ماركت أهمية سكول كلية هاي يوم أعرفت نور ماشي كبر حياة شيخ يوسف صاحب هاي نوع ليش غين تري يد دال كيف جودي قال وضم مركان كأي واحد أنا كي كيناي كي جبان جيي إلهي سبحانه وتعالى وحكر جيينا ونعكسن وقد يشب مدن والقط يدي أفر باي قصب أفرتي إما كقاربا كصورة يارا قاربا معلمينا سدح باتشان عطك بحامي مدني كعوفر يا waxaan u sheegayaa dadka iskuulkan wax ku tara ee hantida ku bixiya wixii aad bixiseen may qasaarin meel wanaagsan meedin kale inta maamusha ee maamulaysana waxa weeyaan dadka maamulayna dad wanaagsan weeye waa rag karti iyo aad iyo aad raganimo badan u leh iskuulka markuu khilaaf ka ardayda raacay shumeer oo kale qiiqa jawaantiga jiray dhowr goor baan tigay iskuulka waan ku kulanay maxamed agweel iyo ragan maxmeesha fadhiyay inaan xasa qoranay iyo waa ku kulanay wixii khilaafaad ardayda oo la xalili jiray hawshaanu kala qayb qaadan jiray waxaan aad iyo aad u maqnaayaa gudida suubulaha hawsha maamulaysa sida uu maamusho aad iyo aad u maqnaayaa aad baan ugu maqnaayaa waayo hawshan iskuul marka laga hadlayo arday wax la baro iyo wax weey wixii dawladdu qaban jirin wixii dawladdu samayn jireen ee aan ku soo barbaareen ku soo kacaanay waayo dambe meel cidna ururin karto ama cidna wax ka qaban karto waxay dadka dawladdu hay wax ka qabtaan baahdo waxa weyn tababarka soo galay iskuulada soo gal jiray dawladdu hay'ada iska caawin jiray waxa dawladdu iskuulkii iyo wax barashada free ka dhigi jiray hay'aduna wax bixin jireen raashinka lagu cunay boodina lagu cunayo ee raati marka ay tahay marka inuu doono ummad inay bedelana wax haday wax lagu bedeli karo wax weeyaan iyadoo aqoontooda la dhiso aqoontum baa wax bedeli karta marka laga hadlo tayahan iyo quality-ga iyo heerka doona inaan higsano waxa weyn waxa ku bedeli karna waxa weyn waa aqoon marka cid kasta oo muxuu u dhabar adeegtay dhalinyarada wax baratay iyo waalidka daba socday iyo dhalinyarada kale ee saabuushay muxuu aha kasoo bilowday bal inay arkaan dad ee suuqada ama qaas ku cunaya ama fadhiya oo dee waa xulo markaa arkeen u kacay bilaabay inay sameeyaan ururka la yiraahdo suug la yiraahdo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan dhiirigelinayaa dhalinyaradaas waxaan leeyahay wartaca baa gasheen waxbarashada halkaa ka sii wada waxa weeye waa taa in ku taamano inaan maanta horumar weyn sameyno oo waddankeenan horumarino waayo waxay waddankeenan horumarkiisa wax ku cidnaanaya ama uu ku kacayo waxa weeye markastaba sidaan dhexda isku qabanay aan waxbarashada u tayeyno aan u dhismo waxaan qabaa waxa weeyaan saa rag hore ka dhawaajiyeenba inaynu u sameyno waayo de in baan awooddooda gaarsiisan imika waxyaalaha ugu badan la jira waxa weeyaan de dadku way kala duwanyn dadna waa deegaan dadna waa reer guura waxa weeyaan deegaanka imika aan arkayna waa deegaan reer guura deegaanka reer guuraaguna dhibta u leeyahy waxa weeyaan iskuulladii markay galaan de reerkii waa ka guuray meel kale tegayaan oo dee meel dad deegaana maaha waayo haddaad mara dhinaca qodaha ka tagto de iskuulladu waa si rasmi u samaysay oo tuulo waa kasta waxa kasta intii yarada xad socotaba tuulo wax ka dhansaban iskuul ba ka samaysan laakiin ka reer guuraag wuxuu baahayn in la dabagalo oo xilliga marba meeshay u guurayaane roob ka dago in iskuul looga sameeyo waana runaanti waxa weyaan inaan ku dadaalo inay helaan in maxaa waxbarasho dhammaystiran oo ardaygii yaraa aanu noqonin marka intay kasoo saarno secondary kasoo saarno waa dugsiga dhexe
ولكن سكندري ده طلبة حياة مجال لك لها اللي جيو ده حين قارس صدقك تبتاع وكل شيء موسى قال إنه قارس هذا ده أبي يبي بين شيء اللي هو الدنيا يبالي رو غير كده كده وين وتجي ورجع قبعة حوية إنه كنت ده له مرة ده ما أنت عدود وريد دول إنه مدي يو يو عدي حين سين سكال أنا يشيلين أنا سكوت ده إنه ما تين المحا ده ما يستيرنو وحبرش ده دي هو أنا كينو محنا لو بقى لو مه قرا ميرو ونسين نفس كده لو بقول أرضين مال السوق هي ترى عفوات كودي نفس كده حلو نقولي نتاع اللي بنا ترى هذا ما مش بتشي مرجع تحسين هو قطب في عروة حوية يلا نروح نسمين لنا فالحقة عفوات حتى والله الحقة العكس غاطين لو فالحقة عفوات حقة غاطين زي الفكر لو أنا أرضي ذا السوق ده إنه إني عفوات كده إنه ك إنه كملوا بالشيء بقى الحقة غاطين هذا الله يقول نقول هالك هاي نسمين والله ما نقول لا الخب باغر هنا نقول سنو أو بحوها هذه لا كده يقول نقطة مشة قوم عاف ما ده وحين لو بحين لو بحيو دول إذا أنا بلغ هذا هذه لا كده نخاطي صدق الله أنا نرس ما ديار قوة وهذا قد نقد لا هو نرو قطع إن شاء الله تعالى هذه هذا ما بحد علينا باقة درتي إن قلنا عاف ما ده ولا ولا بلغ هذا نو هذه كلام هذا نو خاطي أبا نو هاي نخاطي أو تشوفان وليه كلا عاف ما ده ولا تشوفان حفلتنا عاوة واحد سجل أرتيدا أرتيدا وان سلام يا وأودعين يا إن إلى هاي مستقبل ورحبا وآخرته يا دون كود بعم فعاء إن إلى هاي سيو يا وودعين يا أمين بين وارن إن كل سيمبل أورجانيزيشن يا حاجة عندكوا هيا وأدمودي مكانه يدي ما راح يجي هري هذا لقى لقى كاري إلا ما أنتي لبلابة إلا ما أنت، and وأمهاتنا قيّا هؤلاء من عكس أبي قبتين ما هؤلاء يرانا لا يسكنوا أمّت دادو دونا بحال نقضي إلا غير جاب إلا هدي سلّك سوق رأي أو حلا برو، and ما هؤلاء يرى كل اللي تعرف كان عاوز يسكت تميت ما حنفلا يا ما هدي حسن ما نقي حسن قراني محمد وسعيد يوم دحينهم بالي. أنت كلي كل جود بيقول هالشيء يعني كشغيني، نو اللي بينهم بو كتر سنة يجي، وحنا كل أنت تنبى هورات كاره، وحلاقة يا بين ورقو كلام بريقي، أو ده مرة أي خطر كشوا ولا لا بشام فلا مايا، مرة كا ده هلاو صار نقطة وحلا تاجر مشروع عن رقيق عن تكوين شري، لبنا نور دنتنا حلا يا هلو دعيو. مرة أبغى مطمئن تروح عليه ده إنك مكان حسين كامريري وسلطان حمد حسن ورقي بطنيك هو هاي كل رئيسهم كل ما عامل كي لبحيي شيخ موسى عدي ده كل ثلاثة وبحي لكن ما تروح أصله وحاقوم مطمئن شيخ إني شيخ يوسف هذا البطنيك هو ها سكول كان ولكنه مرة دو ما تحمل سنة لونه تبعي تای تلر اسکول کنار دیان مگ علاسیم تو بالوه ایگو این ریس بوله های آدمانو فرحسن های آردهایی نه اسکول کسب بحثی نه نوعایی دلچو فرصت باهشه و حبرشو آنای آردهای بدنو غیر کینی هریم آن رجینه یا این انتخاب نیا کفایتی سنت دوتن أقون إسخود أفن أقون مادي هي بالدينية بقى ويا ضغطين الحلا مركات بان ودي نكوها بريانية كلمة أنا بعد واحد وهي إن إذا هاي الله خير رسيو إلا أساس كي إلا مات تدخل محسنين تا قد دا وحد انتي وحن والله حلا إلا خير رسيو تدخل كسو شقي عبين هران عبد الرحمن كلها ويا ذكت هاي جوتين تم وحلا جوتين وحوا عاد فضة والغوك عن كريا صلّد يوم مالين يلا لكن إن دور أفريقيا توان صلّدوت مشروع مالي والبخرش وحنا وضع ووح برسوي مركا إلى هاي خير رسيا تدخل شيء قال إن تبين يسوي يا خيار تمشي سقوط مي يا ماتي كم سير فيها تنسوا له وين هذا وقف رحصن هاي أرضي ذا وحنا لا يهمبلي 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 وإذا هم بليينا إن شاء الله وحبرشدينا كوبا شوكتان
إن هالكا كسي وطان وشام حدي يدكري يا مصدر بقى على طان ومر والبدين هرسيه وطاي أيام آدي آدي من فلتر دارنا يا تدخل حبو وحكوها رمراين وأقول يا وحبرشو وحبرشو دلو إلي الدين لها طان مركا وحان آدي آدي من فلتر دارنا يا أرضي ينعين وحبرشو دي ناسي وطان وزيح وجسان سر انتي عادي عادنا وحنا نقول ما عندنا قيا قد دا سنبول انت بدن كل شرتي هاو الشهر كل سوء دا شيء وقت قاسي هل كامرين نيسا عادي عادبان وقول ما عندنا قيا وحنا لي جزاك الله خير وحنا قول عن الله هل كا كسي ولا ولما ان هل كان كسي تري جيسنا تو كرو كعبو وإلا اي جامع دا قادو لغا سوء قلي جبيو ايا ان شاء الله إلهي كرر جيننا مادام كنت أنا كثير سنة هاي وحبر شدينا كده أختر قال عن ماله أرضي لأن يوصل دلنا شبينا يا وحنا إيه موقتا بعديها هوي أرضي ويا طبعا إن يكمل تهاي مركي دوكس جا كسر بحان وحنانو وحبر شو يضري عليك هيستين إن أرضي لا أوليس وحيلا رصاصة رأي كم يتهي أرضي برانينا نهيلين مالا بحبر الشدة دي كسي وطا أم بلنا قارا إسكاك بحيا أم با عد أي كباتير سنادان وحويا ميشي كدقي لهاي ترام لها كام عدهان أرضي لا قار برانينا لفريان عاوة شام عادي ويد قاري الوالد كي دتك على وضان قال مرت أروح عنك قبل حين أنا ما حينه أرضي إنه أخبر شيء دوليا تاسو حي بكل لفتي أرينا هكذا كذا واقع لها ويران شام عادي إنه أخبر سين أنا خلاص سي قديمي وقار كوران سيي سكول الشيب عن سيي مركب حال الدولة أنت دراسي قار وحكي قديمي سيادة رادي وحب كل رجال لها أخيار تارك فديلا أرديلا قارك هديلا كفالة قارن كراه وحبر الشدود إن نجدول كقدر سنة إن شاء الله تعالى يا عو هكما حيرة لأن كل تجينه سدوا كلا أنا كشام على أنا أرديل أنا هلو قارني إن شاء الله تعالى وحي كلا أنا أودي كنا نوان بدالنا وحا أنا هذه أقرية أرديلا هكا كصوب حري إن أي سيدي هاكا لكت المامي مالو بايكا موغدان ميغا كموغدان ودوسيا إيكو حيان مغالا دايكا موغدان وحوي يدعودا قوبها وحبرشادا إيكا موغدان أنوغا هاي حتى أردي سنددي دوي وحبرشاد بدا حيلي وشاردا إيكا صبحان دوسيا إيو مركا وحوي ددال كودي وحبرشاد شامعدا دبدا كو حيلي أيا نوغا هاي أركاب بارك الله فيكم إنتاس أيام صورورين لها بدر سيتشو كتابة وكوب حسها ليز كيلنا كنت دا حيسا إن شاء الله تعالى مركا وميركا قوان وحيد وحبيحنتي إذا لحر إذا أعطي ذي من حدد وميركا قوان وحي وحنتا كتاري لها أقونتو والاك لابر تحر مركا بلشويك أقانت راح أساس وسيع، أقانت خوف كأشياء جزء بالبلد جزء الدنيا جزء آخرة. قرآن كتن أوفي السنة إلى تبارك وتعالى سورة الأنعام وحسكو بربر اللي جاي لبعض الموت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميد هوان نوليني يمي ظلمات كتيرة ميي سمي وحالا سمي أو لسك سهر جيدي ميد بخت أها ميت أها وإلهي تبال هنوكو قن نولي يمي ظلمات كتيرة هنوكو نور قال لماذا نوى ظلمات سداوغيت سكول كحاحي وحرم وحبرشو ومظن رنتي إن لا تعقير مرلبات ماشي أي دعوة
أما إسكول كودعاء وميلها هو باهدة بدن أقانت مرصدحات إسكول كو وابوردين بلاش كاس وقصبية إن وحلو بهي لو اعتباريون يهي ميلها حلو بهي ميلها خيرك بدن ساوغيت وحن آدو بيكي قيلنا يا إن قفل يبقى كتر صدق قرشيهي سو كتر صدق إنو قيب كان نغضو حبيراتي سي سنة الله إنو قيب كان نغضو سكول كاس فرمريتي سيقب من أوشي نسي إنو باريق إنا ودعين إنا وهمليين إنا أردي دعا وقرن تبين إسا إيكا صوت بحضي يوسي قبورنا كحاحي حلو إنا هاي الله يدو بركيو علمي قاس وبرتين الله يدو كوافعو حالي دي كبه هيا هاي تدار دنبه وبضان حبرشاد واسي وضطان وحين قطر الكرام هو قطر الكرام عندك قطر كرتنا وده الإيراد هذا هو ده الإيراد سمعه وحتى هنيك الشقيرة وين الشقيرة يو برشدي سكولا هذا ده تصل لا يودين دعائنا الله يبارك فيه تمام الصبر يوم سلوتي هو ده داري وصلي ومحمد نور على الشيء يجي اتفضل حوارك بلا بلا كي شوكتين إن يردت واحد ما وقت خسته وأشوفتي سين ظروف ما بس كتير ودك أنت أوما عرفتي سبيل وهاي ما شفتي لكن وأوصل مرتين حلا يا هم سان حسنات هم قدروا حسن مو طريقة يا تدار الكرية وحياة شان سديم كارب من ليش اللي أنت مو روح بدر الشلة أنت مكرر يانا يوم وأما عرفتي ما حد كنا ما لقصوا بحافر سنو هذا أنا بلابي إن ما تقول قدروا هو أي أي تفضل برشلونة وفعل وأبغى برشة دين يوم أرتي أبغى تي مادي جاهي دي ما تبين لو جينا معي لو هذا ولا إن إذا أنت عشان صبر على أو يسكون كذا صبح لا وي ويت هدي أرتي وحقي دين الكريسنا وحقي مادي الكريسنا تعرف صورة ما يصير أنت هاي هو بعنا برشة هو ده قبول طبعا سيدي مو كارسين لهين الفرق القانون أيه هو بعنا هاي وحنا نروح كتير لا هل مو تدار أو هل يسود أو ترى روح يسون روح حق قاعدين سيدي سجن دلي يوم أرتوح يكلم مدة يخرابة أو في كتاري مك أو أردين سيدي مكلا شجعي إن سكول كلو بدري أي وصعدان إن شرع على كبحيدة شرع على يكبحيدة سكول كلا سجن دلي ويران وحكرا سوت شيء لا بلاري أو روح سود إلى أنا فيش سبعة أنا ورنا هنا هنا في رودا يكخد جلسان سكول هو أما قبل يوم حبيه أما هرجع بعد يسول وحكى عاون عيا إيه بعد كشكتين إيه بعد راستو تشتو ووين وحكو تحكي ليه يو وها كلام وحن فيلا يا وحن نقول لك بكو ضيع شو عنا وما راستو كده قبيلة دي كرقوقو با أصو يعني يا شيء هدي أسود ده أنا ما أرتي تشام سنة خير جلسان برش وانا بري كصوت غير كلام وحن فيلا يا ما عبي سيكوني لي نقارنا ويسيكوني لي فرنتي واحد سلاح هاي وحين لوغو تلقلوا نصابه ان ارضي حنبارسن شريعه يقان ما تجينا ان كمرنين انو كسو بخو اي اسكول رو اساسي وما انت هذا ليتي ساي او انا وحي نور فرديا ارضي لسميي منهج كيس لسميي ان اي اي نور فرديا ان سدا لا شيغينا إلى أرجعوا كل أروان كي يميجيدو أرضاء أبو فرعون أو هجران ليسا ومسألة ذك خبئ ليسا أو إسكوله ذو حكدي ليسا أيام قار كي وكسب هاي إسكول كان هاي إن فنتي ومدي له اللوم هذه وهي وحمر كرنتي أنا وانا ورا لها إيه وهي كفيني هدي ميل كارو أتان هورا لغة سوام ألو أجزاء أنا بحاول أرضي ده يا بيدا ده سيدي ركي هوري لسميي
si aanay cidlo ugu dhicin anigu waxaan u lahaa loo tacabgalo ardayda dambeysa ay u hesho meel ardaydaa la tababaray ay ku sii qaataan wixii kale ay u baahnaayeen ha lagu dadaalaa noron lahaa. Waxaan ambalaynayaa dhalinyarada sharafta leh quruxda badan ee ka fadhida ee ka qalin jabisay iskuulka oo ah mustaqbalkii qaranka waxbarashaduna waa iftiinka ummadda. Waana ilaahay mahadii dadku markay isku tagaan ay iskaashadaan midhaheedu waa saas oo kale. Kolaan uu ka qayb maanaa qolyihii UK wax laga soo qaadi jiray ragaadu caqiibabu leh oo xaggaa nagaga soo guuri jiray lacagta oo aan aada uga xusayo nilayla cabdi sawfeen oo dadaal aada u badan gelin jiray ayaan halkan doonayaa inaan ka sheego. Marka aad baan ku hambalyaynayaa ururka hay-adda sudu gacanta ku haysa iyo ciddii kale kala qayb qaadatay ama dalkaa joogaan ama dibaddiisa. Waa ilaahay mahadii. Xaaxina waxay weligeedba taariikhda goob diimeed ba ahayd oo ka horreysay deegaanka kale iyadii magaalada Sheekhiyo. Markaa Tiyumba ayaanu soo celinay nu xoojinay inkastoo waqtigii kaambeynka aan mari jiray oo arkay in aad imika loogu qayro taana insha allah dow inagu raadin doona insha allah. Waxaa iyaduna lagama maarmaan ah dhalinyarada wax la baray inaynu insha allah ugu darno farsamada gacanta inay helaan oo aynu ka shaqayno wixii suurtagala inaynu insha allah ka shaqayno. Weliba waxbarashada beeraha waa deegaankaas waa deegaanka deegaanada ugu wanaagsan ee beeraha ku habboon. Maalintiwado mas-uuliyiin xukuumaddaan ansixinayna wasiirka asagoo beeruhu ka mid ahaa wuxuu noo sheegay inuu iskuullo beeraha ah oo furay xaahi kumay jirin goobaha iskuullada laga furay. Taa inaynu ka wada shaqayno xildhibaan ahaan iyo golaha wasiirada cidda joogta iyo mas-uuliyiinta kale iyo odayaasha iyo inaynu taa daba waxaynu deegaan ahaan xaq u leenahay. Markaa taana inaynu ka shaqayno haddii la ilduufay imika inaynu taa xusuusino wasiirka sidaynu ku heli lahayna aynu insha allah ka shaqayno. Waxaanu caawin joognaa halkan inaynu ka sheekayno iskuulkan xaalihii ka samaynay oo dhalinyaro aada u fiican soo saaray. Runtii waxay ku tusaysaa taasi dib u dhac weyn ee aqooneed ee nagu dhacay deegaankeena. 14 sannadood buu isku keli taysnaa waxa ay ahayd in ay maanta noqoto jaamacad laga soo qalin jabiyo oo lagu barto dhammaan furunta aqoonta oo dhan. Iskuulkan iminka waxa uu yahay xudun ama oodweyne ay u ahayd xudun dhammaan tog dheer Hargeysa Gabiilay xataa Koonfur Soomaaliya loo geemi jiray oo waxa laga baran jiray. Dayac fara badan baa inaga muuqda oo aad iyo aad u ballaaran oo aynu u baahannahay inaynu isu taagno dadweyne iyo xukuumad iyo ciddii kale ee aynu u daran u taageersan karo inay wax nagala qabtaan maanta. Wax aanan adigu qabsanayna lagu waran maayo 18 mitir ciidda magaalada Xaaxi iyo beerato ayuu qoyaa dhulkeedu marka wadaadu kasoo rogbido. Kulli anigu afki gowrka ku hadlaya waxa caawa farxadii ah inaan ardadaydii tan toka noqotay ee Xaaji Muuse Cabdi kasoo baxday Xaaxi inaan caawa xafladoodii halkan loogu qabtay aan ka soo qayb galo. Waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqay Ilaah baa mahadle cid kastoo ka qayb qaadatay ardayda waxbarashadooda, cid kastoo ka qayb qaadatay quudintooda, cid kastoo ka qayb qaadatay si halkaa maanta usoo gaadhahay. Waxyaabaha cajaayibka wax weeye min ceerigaabu Ilaah geysay Ilaahow dadaan is aqoon
oo isu yimi oo aqoon diimeed iyo mid maadiba ku bartay oo maanta inanka halkan ka yimi gaashaamo ama hargeysa ka tegey aanu ceeri gaabo qariib ku noqonay ee ugu tegaya walaalkii ayaa wax walba ka weyn ardayda halkaa joogta boordhinada kale ee dambi ka jirta marka marto laamiyada dariiqay taagan yihin oo baabuurtii doonaya si raacaan soo raacaan weli arki maysintaa jooga gobolka ilmaha xin ka yimi oo ood weyn u socdo maara waxyaabaha lagu qiimeeya ka mid tahay waxyaabaha kolle baahidooda jirta waxaan jecelahay wixii xukuumaddu ay awalba gacanta ku haysay wixii kale la habanaysaba diyaariyan oo noqoto inaanu kolley wasiiradii oo caw halka jooga iyo anigo gobolka geemaano ka wada tashanno baahida jirtana aanu isla eegno qoladuna subilla ay noo soo gudbiso wixii ganacsada ku xidhan tag raggeeda layidhi ay socoto waddo wixii dhibaanada ku xidhan taa imkaay sameeyeen imkay noo sheegayeen ay ka mid tahayna ay ku socoto toobka waxaa galay xaaji muuse waxaa ku xigay iskuulkii kala dowliga ahaa meesha yaalay waxyaabaha markaa inanka inaga maqan wax weeye sekentari boordina wuxuu ka samaysan yahay ood weyne sekentarigaasu waa kii madaxda maanta dalka joogta boqolkiiba ama lixdan ama kontan ay ka soo baxeen saciid iyo raggii ka soo baxay waxay maanta wasiirka ka fadhiyaan waxaan hambalyeynayaa kow ardayda laba macalinkii wuxuu dhigay saddex waalidkii sida ku tabcayey waxa kaloon hambalyeynayaa guddida sumbul oo halkan lagaga hadlay taariikhdeedii sababna u ahayd midhodhalka dugsiga ilaa maalintii aasaaseen ilaa maantana gacanta ku haya intii dhimatay ina ilahay u naxariisto inta noolna ilaahay khayr khayru jazaaha siiyo intaa waxaan ku darayaa waxa weeyaan dugsiga sida la sheegay dhib badan baa waxaan toor ku tabcinay rabbina aqbalin ma socdo tacab badan baa raggii bilaabay ama asaasiyaashii ka soo maray tacabkaana sidii la sheegay waxa u daraa kulli culumaa hawsha bilowday culimmada beryahan waxay u kacdo way ka gungaadhaa mujtamaca sabanka culimmada ugu firfircoon sababtoo culimaa hadiya maaha waa culimo dhaqaaliyahana oo baaxmishtari ah oo aan culimmadii hore ee ikhwaano kuwanta ahayn marka culimmada beriga hawsha waday waa laga shakiyey dowladdan dowladdii somalilan ee markaa jirtay iyo dowladda etoobiya shakigaa way ka midaysnaayeen etoobiya waxaa u tallaabiyey ardayda dhulkay ka soo gurayeen bay qayb ka ahayd mushkiladduna kolley fi-aadka diiniga abaa diinta inta badan carqaladeeya mushkiladda ugu weyn gudaheenna weeye dee ninka gaalka ee kaasoo horjeeda ama aan diinta islaamka aaminsanayn waad iska og tahay laakiin marka islaamku hadii goorta farar galo dhibtiisu ma yaraa culimmadu maanay ka imanaysa inta badan waqtigii maanay ku beegnayd xamar la galay culimmadu qabsatay marka waxaa la yidhi halkan ciidan baa lagu tababaraya ciidankii qabsan lahaa somalilan ashkataduna xaggaa kolley killikana waa u badnayd halkanna way soo gaadhay markii aanu is aragnay culimmadii iyo dadkii dadaalayay deegaanka waanu isla fahamnay wixii waxay ahaayeen kolley dee khasab ayaana igu ahayd oo damaanad inaanu qaadno inaan waxaa la sheegayaa halkan ka suurogelayn ayaan u bareennay damaanadaana ilaahay waa noo fududeeyo laguma ceebayn sidii bay u dhacday wasaaradda tacliintana waa ku dhiirigelinay iyo madaxweyne markaa joogay xasan galweynu ahaa maalintaa markaanu furaynay dugsiga xasan waa naga aabadayo cabdiraxmaan iyo raggii joogay markaanu qadaynay dugsigii waanu furay markaa waxaan isidhi adigu inu isu dhig haddii dee meesha wax ka yimaadaan waxaan argagixisada iyo qaabkeedana dee waa international oo maba aha halkan lagama xukumo ama wasiirahowa ma ahaanin nin walba waa la liskaraynayaa markii dambe xasan noo yimi asagoo ambaday goor dambe ayaan isidhi xasanna dembigaa kula galo markaasaan xag dambe u xidhnay mar labaad baanu furay marka kolley fiidinkii iyo wixii markaa la bixin jirayna waa lagu daray
نقول ده جسنا إلى أمريكا وزير الدولة هاي وزارة التعليم تشوقي بعسنا نرد داره ونتدي وحال قيبي كنا لو يفي بحنج تبان كوير الدري لكن كل الددار كاس وحكاه بسامي واي رجي هاوش براويهم إلا يمك وحن لقى با أما حد ما سكيا النقطة أما برا سامك بها النقطة إن تاي مكان يسكو فانين إنه مركادي نو أكتو دعامدي كلا أما تلسا كبير يو كلا لو بربر دعو دكسيا أما تعليم تا كسب حدا ودويني أما دار مرر تعليمي هي سومالي دونا كتر ما تلما ما ده هاي أنا كوقت كان كوتش رينا أي مكان هاي بو يريجي هاي لكن هاي ميتشرين والله قبضنا هاي تدقاك وحوها إسكولة دا والدين تو إسكولة دا هو نكسب عروتو هذه قرلا تعيش إسكولة دا هذه قرلا سو بدلو قبل كستوا هاو دشة أما الله سبحانه هاو دشة أما سنا هاو دشة أما هاو دشة أوضا كنا كني مكان أسلوب تعيش تا إسكولة سبحان الله ليرو دوينو ها رك فربضنا إلا زيل إلا إيو إلا إيو يعني محن كنا هاي الله سبحانه إلا مركزته مش هو والوجود شري مركز تعليم تاو عن هذا يقول لي كتر ما نابوها سيدا برسا بشيء ونسيب در رأي مك إن لو وياه أما مر ولا عديس كتبة ده كتب حس كدرية ده أدوينا وها سيا وتريا ثانا وحوس سبب هدي بربر كيل عيد الكوان دي بوسانو مني دجان ورباس كيس كنت شريه ده كيس تدكم بأسبابها وآه تدكي دجان كها نوع بها هذا أما سياسة ده هكو تشيرين أما نغالا هايين أما علماء هادين أما تدكي كلي ديغان كها هادين كل من الداد من الوحي كون نصيب دران تاهي لو هذا عاصمة دوت عاصمة دي عاصمة كحيين كهريرا كحيقة أيا تدكو دي تجارتو دي يو تدكو دي أي 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 كبيرين أما وقورين وحي شعبهانا دي حد كتبار كامير مهجورة باكات مر مركا لا يرفعنا إلى واحد إلى هذا مرة رزيف بينه تحسين البترول كان اللي هو صباح يا يعني دار من رزيف نقطة لكن كل اللي مكان لقيت كابتن هري مركا واحد لا هاي صدى نرضي يا واحد لما ده صباح مركا سومال لا اللي يسوق يبيع كي مرة يسوي وي والأد بلا هو هري وحيلا تعمل حكومة أن كتشروا أما أن قرية كتشروا أما أن كتشروا ده مشتري أما علماء الله هذا هل ود دالو وهل لا ترتمددك أدبا الله وحسيا ديگا ماذا كله هل يسكونا تشادو كل ما نكو ديار بان نهي سوالد وحيتنا هذا أفر وذي جوبتا أفر مغنم تحكي لسو حكومة دو واسدي وحلوغة دو انتابا الله وحيرا بدنا نكا ما حبك سواد دونا بدنا حبك ما يلو لما حسوستو مركا ننكي يسيلا هذا قسم كاك ميل بالا ديگايا وكلو قايا سببتا وح إن الأك أما إيه نقفلن أو الوقيب يمشي متشلو نقول با أفريقيا كوا على السكر غيب غيب بدي هاي بو وكلا فائدة ما قرته وكلا حلا نكيس لا قلوا جوا حلو كهنيه هو نكيس حلا سعيد بدار هل كحكومة دواتها أيه دواني مكا كل با وعلي ما الله يشكر الناس لا يشكر الله أكما هاد نقدين وحيل ليدين سيء أنا حقا أولادي إني وحيد أرى هذا كريد كم قلنا إلى صوت ونطان عدة ماشي كتير تانا مركي قرب كوه شو وضد كي دجان كلا أركين وحدون يو دولد دي أكيد دون يو ولا يسمي تاعي ولا أخبرا لكن ضد كودا كتير عاد اللي يسمي تحجلي هذا مبرش الكرفولين ودي قام يسمع مركا هراء وحن أنتهني ذيني يا أرضا كقلي شيء شيء دكسي حاحي شيخ موسى عبدي وحنا لا يا حي نسيب عليه مر عدي على هشام وحمرشو بلا شاء اسلام مر كان تعب اللي ينقليه تعب كي اللي ينقليه مريه دينا مانتا او صوب اي او يكم وغضب aan kaliya waxaan doonayaa inaan kala taliyo ardayda inaan tacab ka khasaareen oo cilmiga ay xambaareen aan dayicin oo ay ogaadaan in waajib uu fulay ka duwan markii hore waajib ka saaraa
ويقف قد علم حمباره وإنه إلى ليا وأنا وحي بقي وبدنا يقف بن آدم يؤهل لها إلهي بأبراك السكوري لي سوى النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما إله علمه زيادة نبي قال عليه الصلاة والسلام أمر كهو خاطي مركو صلاة سبحته كذو دعاده وكدو عيسان شر واحد أهاي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مركا وحو إلهي ويديستو وحو هو الرئيسي علمي مع الرزق يبكو الرئيسي يوحي كلبا وحكا فضل بذل علمي هدي الله قرانا يوحو إلهي لو ويديستنا النبي صلى الله نبي قال فر لها وحو يا عبد الله بن مبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من نشر العلم مركا درجة النبي النبي الله قيمة هدو درجة كفضل بدل أنو قرن معيو إنو علم الله فافيو مركا وحلا يعني أن لما نشر العلم تدك علم فافيي إما الكود كتش هذي يكون بحيي يوقت جودة يا جوه الرئيس سنبل ورنتي أن دمان وحاس أو خير عايز كسود بريدي وحوي هدار الشرنين دي مصورة قلان مركاو آدي آد بانو قهب بلين يرمتي أرنكا قرادة رأي سنبول هي الرقة مارة حبنا كاعة وقتاقن إنا يدي فافيا العلمي وعن كلوه عن لاي أرضادة علمي قائمة قبله بها تشوكتان وحي علمودي رادينا العلم ثلاثة أشبار علم هو صدح شبري صدح تلا إبراهيم لي هذا تاكو تاكد هو الرجل مركو أرضه هو استعجو أما برتو تكبر كبر بابا قلبه هو قلبه يسحب السكر وحبات برت هذي لو يدي عقول علم كفرا يقال كان كيم كبرا يا صبرت تلا هذا لواذ وحويان تواضع عليه مر كو علم وسي كرده طلبه لواد وقادنا هو اسكو دمايو هو تواضع هو اسدل دغاي و مارتي هو علمو ان وحويان مر كو قف هو سي كرده تواضع هو سي كرده سلويني دي با كبايس مر كو او دمبيسر و هو يقيسدا ان انا هو غرانين علم حوكيسي كما قيح قال الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا علم يوحي البلد كسي مركا ليلي مركا علمدي هي أنبيدي هي عدو البلد علم يوحي البلد كسي هل كي نتشوفنا مركا ينو علمدي عاملين تهد ربانيين تهد هل كا مركا قفك هل كا سوقارا مستواها سوقارا وكبر كما كتشبا أو حضرتك أو حشعر هذا إنه واحد جيسته كنا ليه هذا وحلايا أنت هيرتيه دقيسك بديه إنه واحد جيستان هذا علم ظهر فريستان هو أيضا كوكافت ومن هالشيخ يلبا سيد السلف هانشير حضرتك هرو هناك سنة حلاقة يا بقى علم الحديث كأقرة أي كل شيخ كخادنية يلقى علم ظهر عيسك كشكاش يلبوش انت سو قاري واخ قادنيا يدقره كو كافتو من مايو مركا ادون كو دبي دوافي جيرن مركا علمي بلد كودا كقاتان ايي تيجي جيرن اور واخ ليادو الرحله في طلب العلم علمي اور رحله سن جيرن بلد كعلمده واوينه عانكا او دن مركو ودا هور فريستو كديبو رحله سن جيرن